معنا من واشنطن ديبرا تايس، والدة الصحفي الأمريكي أوستن تايس. أهلا ومرحبا بك سيدة ديبرا. قبل أن ندخل في تفاصيل التطورات الأخيرة، منذ 12 سنة منذ آخر فيديو ظهر فيه أوستن، وهذا الفيديو الشهير لمدة 47 ثانية، كيف تصفين حالة الانتظار هذه؟ الأمور لا تبقى غير سهلة وتبقى صعبة، وقد مر كل هذا الوقت على هذا الوضع، وتغير الكثير في أسرتنا، وتغيرت الكثير من الأمور في بلدنا، وهي أمور كثيرة وتطورات جمة، ولكنني تعلمت كثيرا عن الانخراط مع الحكومة والانخراط مع الحكومات الأجنبية. لكنت أتمنى أنني عرفت أمور عندما بدأ الاحتجاز عن الأمور التي أعرفها اليوم. نعم، سنتحدث عن ذلك، ولكن هل مررتم بحالات من اليأس؟ هل يعني ما زلتم تعيشون ضمن حالات الأمل التي يمكن أن تعيد إليكم أوستن، وكيف تتعاملون مع مثل هكذا حالات؟ دون شك أعرف أنه سيخرج من الاحتجاز، هي فقط مسألة وقت. والحكومة السورية أوضحت أنها تريد المفاوضات مع الحكومة الأمريكية وتسعى إلى التقارب، حتى وقد قدم الكثير من الكيانات الأخرى التوسط، فإن الحكومة السورية لم تغير موقفها، والولايات المتحدة تبقي على موقف عدم الانخراط والتفاوض مع الحكومة السورية، وهذه هي المسألة العالقة الآن. نعم، متى كان آخر مرة يتم فيها هذا التواصل والحديث عن إمكانية التواصل أو هذا الطلب من قبل الحكومة السورية من أجل التواصل مع الإدارة الأمريكية؟ هذا السؤال صعب، فأنا أعرف عن الانخراط آخره حدث في شهر مارس منذ شهرين، ولكن إن الانخراط لم يتوصل إلى التزام ورغبة في مواصلة الحوار لحين توصل إلى اتفاق. يبدو أن الأمور تأتي على أنها اجتماع يتم نقاش الأمور، وبعد ذلك تجري الأشهر بعد معاودة الحوار، والأمور لا تشبه ما رأيناه في الأشهر الماضية عندما رأينا تصميم الحكومة الأمريكية على تحرير الرهائن الموجودين لدى حماس. إن أوستن تايس لم يحصل على هذا النوع من الالتزام والتفاني. يقولون أنه نرى أنهم ينخرطون ويقومون بالمفاوضات ويتحدثون عن التنازلات. لم نشهد مثل هذا الانخراط بالنسبة لأوستن، وهذا ما يحتاجه أوستن. يحتاج إلى الانخراط مع سوريا. بشار الأسد كان يتحدث ربما منذ أسبوعين وقال بأنهم راغبون بلقاءات واجتماعات مع الحكومة الأمريكية. نعم سيدة ديبرا، ولربما نفصل أكثر فيما يتعلق بهذه المحاولات، ولكن هل يعني وصلكم تأكيد بأنه يتواجد أو محتجز من قبل النظام في سوريا؟ لأن البعض يقول لربما كان محتجز من قبل فئات أخرى كانت تقاتل في منطقة غربي دمشق. هل يعني بعبارة بسيطة، هل لديكم تأكيد على أنه يتواجد لدى الحكومة السورية؟ The answer to that is
سأجيب وأقول نعم، نعرف أنه يمكن تحويل مكان السجناء من مكان إلى مكان آخر. هنالك سبب يجعلنا نفكر بأنه في يد كيان غير الحكومة السورية. طيب، قلت بأنه لم يتم التعامل في قضية أوستن كما يتم التعامل فيما يتعلق بالرهائن الموجودين في قطاع غزة لدى حماس الآن، ولكن الإدارة الأمريكية ليست لديها علاقات مع النظام في سوريا، هي تعاقب النظام، هي قطعت هذه العلاقات وفرضت عليه الكثير من العقوبات. هل يتم الحديث عن طرف ثالث؟ هل يمكن القبول بطرف ثالث يدير هذه المحاولات من أجل إعادة أوستن؟ عفوا، هل أعطي الشق الأخير من سؤالك؟ هل يوجد دولة ثالثة، طرف ثالث يمكن أن يفاوض من أجل إحضاره من دمشق، طالما أن الولايات المتحدة قطعت علاقاتها مع النظام في دمشق وهي تفرض عليه عقوبات؟ نعم، هنالك كيانات أخرى أظهرت رغبتها وهي قادرة جدا بالانخراط، ولكن الحكومة السورية تشدد على التقارب مع الحكومة الأمريكية. لقد أوضحت الحكومة السورية أن إفراج عن أوستن يرتبط بالانخراط المباشر بين الحكومة السورية والحكومة الأمريكية. في العام 2014 عندما كنت في دمشق لثلاثة أشهر نيف، كان لدي رسالة من الحكومة السورية وحصلت على جواب بأنهم لن يلتقوا بالأم، وطالبوا بإرسال مسؤولين أمريكيين للنقاش في حالة أوستن منذ شهر مارس العام 2014. هذا التوجيهات كانت واضحة لعشر سنوات الآن. لماذا لا تقوم الحكومة الأمريكية بالانخراط مع الحكومة السورية؟ ننخرط مع الحكومة الروسية، ننخرط مع حماس، وننخرط مع إيران. لماذا سوريا هي الاستثناء؟ لماذا الرغبة بعدم الانخراط من أجل الإفراج عن أوستن وعودته إلى الديار؟ نعم، ومنذ تلك الفترة التي كنت فيها وسافرت وحاولت لقاء شخصيات لربما في النظام السوري، هل تم أي لقاء أو اتصال ما بين الجانبين السوري والأمريكي، أم ما زال الوضع واقف بهذه الطريقة؟ لقد جرت اجتماعات، واجتماعات حدثت مؤخرا في شهر مارس الماضي من هذه السنة، ولكن لم يكن هنالك تعقيب عليها، فقط مسألة عقد الاجتماع، ولكنها ليست نية صادقة وليست انخراط. زوجي وأنا التقينا بالرئيس بايدن في الثاني من مايو العام 2022، وقام بتوجيه مجلس الأمن القومي وقال لهم بالحصول على اجتماع والإصغاء إليهم والعمل معهم، ولم يتم تنفيذ هذه التوجيهات من الأشخاص الذين حصلوا على هذه التوجيهات من الرئيس بايدن. هناك اجتماع ولكن لم يطرأ هناك أي تعقيب أو مواصلة أي جهود بعد ذلك. شكرا جزيلا لك من واشنطن ديبرا تايس، والدة الصحفي الأمريكي أوستن تايس.